عالم الموتى في أنفاق باريس المظلمة. سراديب الموتى في باريس عبارة عن شبكة من الكهوف القديمة والمحاجر أي المقالع والأنفاق التي تمتد مئات الأميال والمصفوفة بعظام الموتى. يعود أصلها إلى محاجر للحجر الجيري والواقعة على مشارف المدينة، حيث كان يتم استخدام هذه الموارد الطبيعية منذ زمن الرومان كمواد بناء للمباني، وهي التي ساهمت في نمو وتوسع المدينة. إلا أنه خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر تم تحويل هذه المحاجر والتي وصلت حد المدينة، وذلك بسبب توسعها على مر القرون إلى أماكن للدفن. بحلول القرن الثامن عشر أصبحت المقابر الباريسية مكتظة، ومثال على ذلك مقبرة الأبرياء والتي تعد أكبر مقبرة في باريس، مما أدى إلى انتشار الدفن غير اللائق والقبور المفتوحة والجثث المكشوفة. بطبيعة الحال بدأ الناس الذين يعيشون بالقرب من هذه الأماكن يشتكون من الرائحة القوية، وذلك بسبب تحلل الأجساد الميتة، بالإضافة لانتشار الأوبئة والأمراض بسبب المقابر المفتوحة. في عام 1763 صدر مرسوم من قبل الملك لويس الخامس عشر بحظر جميع مدافن العاصمة، إلا أن الكنيسة لم ترغب في الإخلال بالمقابر أو حتى نقلها من مكانها، وعارضت تنفيذ المرسوم. نتيجة لذلك بقيت المقابر كما هي ولم يفعل بها أي شيء، واستمر الوضع حتى عام 1780 عندما هطلت أمطار ربيعية غير متوقعة ولوقت طويل تسببت في انهيار مقبرة الأبرياء، مما أدى إلى تعفن الجثث في الأحياء المجاورة وتفسخها، وعندها اضطرت السلطات الفرنسية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة. في عام 1786 تم بدء العمل في المحاجر لتحويلها إلى سراديب موتى باريس. استغرق الأمر سنتين لنقل جميع العظام من مقبرة الأبرياء إلى سراديب الموتى، وعلى مدى العقود التالية تمت إزالة عظام الموتى من المقابر الواقعة حول باريس لإعادة دفنها في سراديب الموتى. وعلاوة على ذلك، وبعد الثورة الفرنسية بدأت ممارسة دفن الموتى الحديثين في سراديب الموتى مباشرة. وفي عام 1859 تمت آخر عملية نقل للعظام، وذلك خلال فترة تجديد باريس وإعادة بنائها على يد المهندس جورج أوجين هوسمان، وتم الانتهاء من العمل أخيراً في عام 1860، وبعد سبع سنوات فتحت السراديب للجمهور، حيث امتدت هذه الأنفاق لأكثر من 300 كيلومتر أي 186 ميلاً. على الرغم من أن هذه السراديب لا تزال إلى يومنا هذا مفتوحة لعامة الناس، إلا أنها محدودة بجزء صغير من الشبكة الكلية فقط. فقد تبين في عام 1955 أنه من غير القانوني الدخول إلى الأجزاء الأخرى من السراديب. ومع ذلك، وخلال الأعوام ما بين 1970-1980 تم استكشاف سراديب الموتى بطريقة غير مشروعة من قبل مستكشفين متحضرين من باريس والمعروفين باسم كاتافيليس. رممت بعض أجزاء هذه السراديب وتم تحويلها إلى مساحات إبداعية. على سبيل المثال، تحول واحد من هذه الكهوف الموجودة تحت الأرض إلى مدرج سري مزود بشاشة سينما عملاقة وأجهزة إسقاط. أما المنطقة المجاورة فقد تم تجديدها إلى مطعم وبار، حيث يمكن لرواد المكان الحصول على وجبة خفيفة. وتشير التقديرات إلى أن عدد الكاتافيليس الذين يدخلون سراديب الموتى عبر مداخلها السرية يصل إلى 300 شخص كل أسبوع، إلا أن غير الكاتافيليس بالإضافة للسياح لم يكن مرحب بهم في كثير من الأحيان. أي أنه ومنذ بدايتها كمحجر للحجر الجيري ومن ثم استخدامها كمكان لدفن الموتى في القرن الثامن عشر وإلى الجزء الذي تلعبه اليوم في حياة الكاتافيليس
الذين يعدونها فرصة للهروب من الحياة الصاخبة في المدينة أعلاه. نود أن نشير إلى أن سراديب الموتى في باريس كانت وما زالت تعد سمة مهمة من سمات المدينة.